امبارح، ايه اللي حصل في بورسعيد مثلا؟ ليه طلعنا تنبيهات بغلق الشواطئ؟ ايه اللي حصل؟ دي اجراءات احترازيه بتتخذها الدوله حفاظا على ارواح الناس. كويس. الناس في خلط كبير جدا دلوقتي بين زلازل التسونامي او زلازل اللي بتحصل في البحر نتيجه سقوط زلازل، وناس بتتكلم على ان ارتفاع منسوب المياه بيجي بيعلى كتير جدا وبيعمل تآكل في البحار وشواطئ البحريه، وده بيأثر على المدن وبيأثر على المدن اللي هي الساحليه بشكل كبير، اسكندريه وبورسعيد والحاجات دي كلها. النهارده الدوله لما بتاخد اجراءات احترازيه بناء على معطيات محدده